بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في محاضرة من محاضرات مقررة الحيوان الزراعي. هنتكلم إن شاء الله في محاضرة اليوم عن شعبة من أهم شعب المملكة الحيوانية، واللي فيها عدد كبير من الحيوانات اللي بتعيش معيشة متطفلة على عوائلها المختلفة، سواء كان من الحيوانات الأخرى أو سواء كان الإنسان. طبعا بما إنها بتعيش معيشة متطفلة، ده بيؤدي إلى خسائر كبيرة جدا في القطاع الزراعي وكذلك في الموارد البشرية نفسها. سبق وكنا اتكلمنا في تصنيف المملكة الحيوانية، وقلنا إنها بتحتوي على 3 تحت ممالك. اتكلمنا بالتفصيل عن فايلم بروتوزوا، عن سبكينجدم بروتوزوا، وتحتها شعبة الأوليات فايلم بروتوزوا بطوائفها المختلفة. واتكلمنا عن تحت مملكة نظائر البعديات أو أشباه عددات الخلايا سبكينجدم برازوا، واتكلمنا برضو تحتها عن شعبة الإسفنجيات اللي هي الفايلم بروفيرا، وخدنا فيها بالتفصيل عن حيوانات الإسفنج وأنواع مختلفة وأماكن انتشارها. وبدأنا في الكلام عن عن حيوانات أو طوائف تحت مملكة عددات الخلايا الصب كينجدم ميتازوا، وقلنا إن دي بتنقسم فيها الحيوانات إلى جبل البلاستيكا وتريبل البلاستيكا، أي ثنائية الطبقات وثلاثية الطبقات حسب تميز الجنين في مرحلة النمو الأولى. إذا كانت الخلايا بيكون خلايا في طبقتين فقط اللي هي الديبلوبلاستيكا ثنائي الطبقات، أو بيتكون الطبقة الثالثة في اللي هو القسم تريبلوبلاستيكا أو ثلاثي الطبقات. الطبقات هي إما إكتوديرم أو إندوديرم في حالة اللي هو ثنائي الطبقات، وبيضاف ليهم طبقة وسطية بيطلق عليها ميزوديرم في حالة ثلاثية الطبقات. واتكلمنا طبعا عن طائفة عن شعبة الجوف معويات اللي هي ثنائية الطبقات، حيواناتها ثنائية الطبقات. ثم انتقلنا إلى الحديث عن الحيوانات ثلاثية الطبقات، وقلنا فيها بتنقسم إلى حيوانات عديمة التجويف السيلومي وحيوانات ذات تجويف سيلومي. والحيوانات عديمة التجويف السيلومي خدنا منها اللي هي السيلوماتا، خدنا منها شعبة يعني شرح لكم منها شعبة اللي هي شعبة دم اسطوانية، لكن كان بيتبقى فيها فقط شعبة بلاتيهمنسيس أو الديدان المفلطحة أو المفلطحات، ودي اللي هنتكلم عنها النهاردة بالتفصيل. شعبة المفلطحات أو الديدان المفلطحة فايلم بلاتي هلمنسيس، ودي فيها أنواع من الحيوانات زي ما قلنا بتعيش معيشة متطفلة، وفي عدد قليل منها بيعيش معيشة حرة زي البلاناريا. لكن عندنا منها الديدان الكبدية، عندنا الديدان الدموية اللي هي منها ديدان بلهارسيا، وعندنا الديدان الشرطية اللي هي بتعيش معيشة متطفلة داخل أمعاء العائل. فدول الـ3 أنواع بيعيشهم معيشة متطفلة، وطبعا بيسببوا خسائر كبيرة جدا زي ما قلنا للحيوانات المزرعية وكذلك للموارد البشرية اللي بتعمل في المجال الزراعي وغير المجال الزراعي. الصفات العامة للشعبة إن هي حيوانات الشعبة دي ثلاثية الطبقات عديمة التجويف السيلومي أو لا سيلومية. زي ما احنا شايفين من القطاع العرضي اللي مرسوم قدامنا، عندنا أول طبقة اللي هي الإكتوديرم، ويليها طبقة ميزوديرم أو وسطية، وطبقة إندوديرم داخلية. تمام. والطبقة الميزوديرمية عبارة عن طبقة من الأنسجة من الخلايا البرانشيمية، ولا توجد فيها أي تجويف داخل الجسم، وبالتالي أطلق عليها حيوانات لا سيلومية. طبعا الحيز اللي موجود بين جدار الجسم الخارجي والأعضاء الداخلية ده بيملأ بنسيج ضام يسمى البرانشيما،
ودي هي مكان أو يعني بديل للتجويف السيلومي في الحيوانات اللي هي ذات التجويف السيلومي. الجسم في حيوانات الشعبة دي بيكون جسم رخو ورقيق ومفلطح، والتماثل فيها تماثل جانبي، وكمان الجسم غير معقل، لأن في بعض الأنواع بيظهر عليها من الخارج عقل، تكون عقل كاذبة، بحيث إن الجسم بيظهر خارجيا إنه بيتكون من عدد من العقل المتتابعة، لكن في الحقيقة إن الجسم في الحالة دي بيبقى عبارة عن قطع متشابهة، وكل منها بالفعل بيعتبر حيوان كامل بيحتوي على جميع الأجهزة الداخلية، بالإضافة إلى إن القطع دي بتنفصل في النهاية بعد أن تتحول إلى مرحلة النضج، ويتكون فيها البويضات للحيوان الناتجة من عملية التناسل داخل الحيوان، وبعدين تنفصل عن الحيوان وتعيد دورة الحياة مرة تانية زي ما هنوصل لها في الشرح في دورة الحياة. معظم الأنواع في حيوانات الشعبة دي خناث ولها أجهزة تناسلية معقدة، والبعض الآخر منفصل الجنس، يعني في بعضها بيبقى موجود الجنس منفصل ذكر وأنثى زي أنواع الديدان بالهريسيا، والدودة الشرطية بتكون خنثى وفيها جهاز فعلا عصبي، جهاز تناسلي معقد، بحيث إن من شوية قلنا إن كل عقلة بتعتبر حيوان منفصل ويبقى فيها جهاز تناسلي كامل وجهاز الإخراجي بالإضافة إلى الجهاز الهضمي ووسيلة التنفس وغيرها. معظم أنواع حيوانات الشعبة دي بتكون متطفلة وبيكون ليها أكثر من عائل، بمعنى إن ممكن تكون حيوانات ليها عائل واحد وحيوانات تبقى ثنائية العائل، يعني لازم عشان تكمل دورة حياتها تمر باتنين عائلين أو عائلين، عائل وسيط وعائل أساسي. أما الحيوانات اللي هي المونوجينيا دي حيوانات وحيدة العائل اللي هي تبع رتبة حيوانات وحيدة العائل، ده بيبقى حيوان له عائل واحد فقط بيقضي دورة حياته فيه وبينتهي بعد كده. الجهاز الإخراجي بعد يعني الجوف معويات، الجهاز الإخراجي ده لأول مرة بنتكلم عنه في التسلسل للتطور في المملكة الحيوانية، وبيكون وسيلة الإخراج هنا في حيوانات الشعبة دي من خلال الخلايا اللهبية، أو بيطلق عليها خلايا أنبوبية، وهي وحدة الإخراج الأساسية، وأطلق عليها خلايا لهبية لأن بيبقى موجود فيها زي ما احنا شايفين كده في الرسمة اللي على اليمين، ده جسم الخلية وده النواة، وفي تجويف للخلية تمام اللي بيبقى خارج فيه مجموعة من الأهداب. الأهداب دي بتتحرك دايما، هي بتبقى في حركة في وضع حركة مستمر، شبه بالظبط لهب الشمعة، فبالتالي بيبقى إيه الأهداب بتتحرك صعودا وهبوطا، عشان كده أطلق عليها الخلايا اللهبية. حركة الأهداب دي تعمل عملية خلخلة في السائل اللي موجود في التجويف بتاع الخلية، ويبدأ يدخل أو الخلية دي تمتص المواد اللي هي الإخراجية وتبدأ تخرجها في القناة الإخراجية اللي هي الجانبية، وبعدين يظهر في القناة الرئيسية الإخراجية بعد كده وتخرج من فتحة الإيه الإخراج. عشان كده أطلق عليها زي ما قلنا اللي هي الخلايا اللهبية أو الفليم سيلز أو السلونوسايتس اللي هي الخلايا الأنبوبية، نظرا لشكل الحركة بتاعة الأهداف داخل هذه الخلايا ما يشبه شكل لهب الشمعة المبيضة. الجهاز الهضمي برضو طبعا بيظهر هنا لأول مرة في التسلسل في المملكة الحيوانية بعد الجوف المعويات، وبيبقى موجود جهاز هضمي غير كامل، غير كامل بمعنى إن بتبقى موجودة فتحة واحدة هي فتحة الفم بس، ومش موجود فتحة است، يعني مخرجات الجهاز الهضمي ما بتخرجش من فتحة است، ولكن بتخرج مرة تانية من فتحة الفم فيما يعرف بعملية الإزدراد، وإن هي الديدان بتخرج الإيه المواد الغير مهضومة من فتحة الفم مرة أخرى زي ما احنا شايفين كده. ف
الرسمة دي إن إحنا عندنا في الأول مقص فمي بيحيط بفتحة الفم، وبعديها جزء بالعوم، وبعدين جزء مريء، وبعدين الرتبين المعويين اللي هو فرعين من يتفرع الجهاز الهضمي إلى فرعين بطلق عليهم الرتبين المعويين، ودول في النهاية ملهمش فتحة، وبيتم هضم المادة الغذائية فيهم، وتخرج مرة تانية المادة الغير قابلة للهضم من فتحة الفم للديدان. الطبقة السطحية أو الخارجية لجسم الديدان بتكون رخوة ومغطاة بجليد، وبيظهر فيها تركيب خاص زي الممصات مثلا في الصورة اللي على اليمين، دي 4 ممصات، ودي بتبقى مثلا مثال في الديدان الشرطية. المقص دي بالتحديد مثلا شكل اللي على اليمين ده شكل الراس في دودة البقر الشرطية، بيبقى الجليد ممكن يكون عليه أشواك على جسم الجليد من الخارج، برضو من ضمن اللي هي التراكيب الخاصة، أو من الممكن يكون موجود خطاطيف دي على قمة راس الدودة أعلى الممصات، ودي بالتحديد بتبقى موجودة في دودة الخنزير الشرطي، وده اللي بيميزها عن دودة البقر الشرطي. جدار الجسم بيبقى موجود فيه طبقة من العضلات جديدة التكوين طبعا، وليها العضلات لأن الدودة بتعتمد على العضلات دي أثناء الحركة داخل إيه؟ داخل جسم العائل. بيكون للديدان المفلطحة جهاز عصبي بسيط، التركيب بيتكون من شبكة من الخلايا العصبية، بيكون مركزها حلقة عصبية حول منطقة البلعوم. لو فاكرين في الشريحة السابقة منطقة البلعوم كانت تحت بالظبط فتحة الفم اللي هي بيحط بيها المقص الفمي، فبيبقى موجود هنا حوالين منطقة البلعوم دي شبكة من الخلايا العصبية بتبقى أو حلقة عصبية دائرية حوالين البلعوم، يخرج منها شبكة من الخلايا العصبية بتغطي أجزاء الجسم بتاع الدودة كامل علشان تعمل في وظيفة الجهاز العصبي بصورة كاملة. بتنقسم الحيوانات داخل شعبة الديدان المفلطحة إلى 3 طوائف أساسية. الطائفة الأولى كلاس تريبلاريا، ودي منها حيوان البلاناريا، وده بيعيش معيشة اللي هو الصورة بتاعته اللي على الشمال دي، وده بيعيش معيشة حرة متطفلة، مش متطفلة، بيعيش معيشة حرة في الماء عادي غير متطفل. النوع الطائفة التانية اللي هي طائفة التريماتودا أو الديدان الورقية كلاس تريماتودا، ودي منها الديدان الكبدية، ومنها ديدان الهيتروفس، ومنها الديدان الدموية زي أنواع البلهارسيا. والطائفة الثالثة طائفة الشرطيات اللي هو كلاس سيستودا، ودي منها الديدان الشرطية سواء كان دودة البقر الشرطية أو دودة الخنزير الشرطي. هنبدأ نتكلم عن طائفة الديدان الورقية الكراس تريماتودا، وأول نوع من أنواع الديدان فيها الديدان الكبدية أو بالتحديد الدودة الكبدية العظيمة فاشيولا جيجانتيكا. زي ما احنا شايفين شكلها ومن اسمها يبقى بتهاجم بشكل أساسي الكبد، وتعمل طبعا بتعمل أنفاق داخل الكبد والقنوات المرارية بتدمرها بشكل كامل، وفي النهاية خالص بتظهر أعراض أو بتؤدي إلى تليف الكبد، وفي حالات كتيرة بيتم لابد من عملية زرع كبد أو تخلص من الأجزاء اللي حصل فيها التليف. الجهاز الهضمي كنا اتكلمنا عنه من شوية، بيبدأ بممص فمي، وتحتيه بالظبط بيحيط الممص الفمي ده بيحيط بفتحة الفم، ثم البلعوم العضلي، ثم رتبين معويين، ورتبين معويين قلنا ما بيبقاش فيهم فتحة قسط في النهاية، ولكن بعد أن يتم هضم المادة الغذائية المواد الغير قابلة للهضم بتخرج مرة تانية من خلال فتحة الفم في الدودة، وبالتالي ده طبعا مواد سامة بتبقى بتسيبها الدودة في أماكن الإصابة سواء كانت القنوات المرارية داخل الكبد أو عموما داخل الكبد، فبيؤدي بشكل كبير جدا إلى عملية تدمير وإتلاف الخلايا الكبد. ثم بعد فترة بيبقى الكبد يتوقف عن العمل. الجهاز الإخراجي والجهاز العصبي. الجهاز العصبي كنا اتكلمنا من شوية عنه في الديدان دي، قلنا بيبقى عبارة عن حلقة عصبية
بتحيط بمنطقة البلعوم زي ما احنا شايفينها فوق دي اللي هي باللون الأزرق. بعد كده شبكة عصبية بتنتشر في شكل حبين عصبيين جانبيين على جانبي جسم الدودة، بيخرج منها أحبال عصبية تعمل على تغطية كل جسم الدودة من الناحية العصبية. أما الجهاز الإخراجي فهو بالعكس بالظبط، بيبقى عبارة عن قناة إخراجية أساسية تفتح فتحة إخراجية في نهاية جسم الدودة أو الثقب الإخراجي، ويخرج من القناة العصبية الإخراجية دي على الجانبين قنوات إخراجية جانبية، وكل واحدة فيهم بتنتهي بما يعرف بالخلايا اللهبية. وشرحنا في الصفات العامة للطائفة للشعبة الخلايا اللهبية ليه أطلق عليها كده، وهي تعتبر وحدة الإخراج الأساسية، يعني الإخراج هنا عن طريق الخلايا اللهبية أو الخلايا الأنبوبية كما يطلق عليها في بعض الأحيان. الدودة الكبدية احنا قلنا في الصفات العامة ممكن بعض الحيوانات بتكون خناث والبعض الآخر الجنس فيها منفصل. الدودة الكبدية من النوع الخنثى، يعني الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي موجودين في نفس الدودة، وبالتالي هلاقي عندي موجود الخصية وموجود مبيض وغدة ميليز أو اللي هي قناة البيض والرحم، ثم دهليز تناسلي بيتم فيه عملية نقل الحيوانات المنوية من الخصية إلى الرحم علشان يتم التلقيح داخل غدة مهليز، وبعدين بتفرز عليها حاجتين. الحاجة الأساسية إن هي بتفرز المادة الغذائية التي تحيط بالجنين اللي هي طبقة أو مادة المح اللي بيحيط بالجنين داخل البيضة، ثم تفرز قشرة أو قشرة البيضة من الخارج. يبقى دي الوظيفة الأساسية لغدة مهليز في الجهاز التناسلي للدودة الكبدية. دورة حياة الدودة الكبدية هي بتعيش داخل عائلين، عائل وسيط وعائل أساسي. العائل الوسيط هو قوقع اللمينيا، اللمينيا كيودي، و بتكمل دورة حياتها داخل المقترات. الدودة الكبدية البالغة أو اليافعة لما تخرج منها البويضات أثناء عملية تبرز الحيوان أو العائل المصاب الأساسي، بيبدأ البيضة ديت أثناء الحركة بتاعتها بتتحول بعد فترة لما تسقط في الماء تتحول إلى ميراسيديم. الميراسيديم بيبقى له أهداب بيتحرك ويعوم في المية لحد ما يوصل إلى داخل يلاقي القوقع العائل اللي هو قوقع اللمينيا، ولما يدخل داخل جسم القوقع بيتحول الميراسيديم إلى ما يعرف السبوروسيست، والسبوروسيست ده بيبقى كي يتحول بعد فترة لكيس كبير خارجي حويصلي، وداخله يحصل تكاثر ويتكون ما يعرف بالريديا. الريديا اللي هي يعني حويصلة فيها عدد كبير جدا من السركاريا. مجرد ان السركاريا بتوصل لمرحلة النضج يبدأ تخرج من الريديا دي من الكيس ده او الكيس الجرثومي ده اللي هو الريديا، و تتحول إلى السركاريا بيبقى ليها ديل عشان تقدر تسبح فيه في المية، وأثناء الحركة بتاعتها بتبدأ تقترب من الأعشاب أو اللي هي نقدر نقول النباتات اللي موجودة على الشواطئ، شواطئ المجاري المائية، وتلتصق بالنباتات دي وتتحول إلى ما يعرف بميتاسركاريا. وده جسم بيحمل فقط شكل الدودة وهي صغيرة، وفي الحالة دي بيسقط الديل. إذا دخلت المواد دي أو اللي هي النباتات اللي هي عليها الميتاسركاريا إلى الحيوان اللي هو العائل الأساسي من خلال الأكل اللي هي بتتغذى عليها، إذا دخلت جوه الجسم تبدأ يحصل لها إيه أثناء الهضم، بتدخل إلى الدم وتتحرك إلى القنوات المرارية في الكبد وتستقر فيها، ويبدأ إيه حيوان الدودة الكبدية ياخد حجمه الطبيعي لأنه بيتغذى وقتها ويعيش داخل الكبد ويعمل أنفاق زي ما إحنا هنشوف الشكل
جاي ده اللي هو هنا ده الشكل الايه الاصابه الكبد. وزي ما احنا شايفين دي امثله للديدان الكبديه موجوده اهي تحت في الشريحه اللي تحت او الجزء اللي تحت من الكبد، ده شكل الديدان الكبديه. اما الجزء اللي فوق فواضح في الانفاق واضحه جدا، ودي من اهم اعراض الاصابه، يعني ان هو بيبقى موجود على جسم ال يعني موجود الانفاق في فصوص الكبد، وكمان وجود الدودة نفسها داخل الكبد. طبعا بالشكل ده كده الكبد بعد فترة بيتوقف عن وظائفه، لأنه يعتبر كده حصل تدمير، وبيحصل فيه ما يعرف ب اللي هو التليف الكبد. يعني أهم أعراض الإصابة في الحيوان بتظهر على الحيوان المصاب سقوط الشعر أو الصوف المغطي لجسم الحيوان. الحيوان بيفقد الشهية ويبدأ يحدث تنقص في الوزن، بيحصل مع تفاقم الإصابة أورام استسقائية اللي هو ما يعرف بمرحلة الاستسقاء، الإصابة بقى بمرض اليرقان أو الصفراء لانسداد القنوات المرارية وحدوث اضطرابات هضمية في الأمعاء وأعراض فقر الدم وتليف أنسجة الكبد وإحلالها محل الأنسجة الطبيعية بإهمال العائل ونزيف في جدار الأمعاء ومحفظة الكبد عند هجرة الديدان الصغيرة من الأمعاء إلى الكبد، اللي هي في المرحلة الأولى اللي قلنا في الميتاسفكاريا. لما تيجي تهاجر بقى من الأمعاء إلى الكبد بيحصل نزيف في جدار الأمعاء وفي محفظة الكبد، دي من أهم الأعراض. أما في الإنسان بقى فممكن بيظهر عليه مغص كبدي مصحوب بسعال وقيء وألم في الأحشاء وحمى متقطعة وإسهال مستمر وأنيميا طبعا بعد فترة من الإصابة. الدودة التانية دودة الهيتروفس أو هيتروفس هيتروفس الاسم العلمي. الدودة دي فيها إن هي لابد من عائلين وسيطين وبعد كده تنتقل للعائل الأساسي. فالعائل الوسيط الأول قوقع البيرانيلا كونيكا، العائل الوسيط التاني اللي هي الأسماك اللي بتعيش في المياه المالحة الضحلة زي مثلا أسماك البوري، وفي بعض الأحيان بيبقى ممكن تبقى موجود يبقى اللي هو سمك البلطي ممكن يبقى عائل ليها في بعض الأحيان. طبعا يعني هو الحيوان الأول بيمر بيبدأ يدخل داخل القوقع كعائل وسيط أول، وبعد كده بيخرج من القوقع ده السركاريا، وخلال 20 يوم في المية بتحول إلى ما يعرف بالميتاسركاريا وده الطور المعدي، ويبدأ يصيب العائل الأساسي. ممكن يحصل إن السركاريا دي تقضي حوالي 60 ساعة في المية وتبدأ تصيب الأسماك لو قابلت أنواع الأسماك اللي هي بتصيبها زي البوري وبعض الأحيان زي ما قلنا في البلطي، وبعد 60 ساعة دول بتقضي 48 ساعة داخل العائل الوسيط التاني وتتحول إلى ما يعرف بالميتاسركاريا اللي هو الطور المعدي. تمام، الطور المعدي ده بينتقل للإنسان، يبقى بالتالي الطبيعي كده إن تناول الأسماك اللي هي اللي بتكون نية غير لم يتم طهيها جيدا أو أيا كان المعاملات اللي بتتم عليها من الممكن جدا إن يكون فيها ميتاسركاريا وتسبب عدوى بدودة الهيتروفس. برضو من الحاجات المهمة جدا يعني في دودة الهيتروفس اللي هي لو ما فيش عائل اللي هو العائل الأول ده اللي هو البارينيلا كونيكا غالبا مش هتبقى موجودة أصلا. يعني يبقى عندنا وسيلة الانتقال من خلال الأسماك اللي هي بتبقى مصابة، أو من خلال اللي هي انتشار القواقع و انتقال السركاريا منها إلى الماء وهي تقضي فترة كميتاسركاريا طور معدي بعدين تعمل إعادة إصابة مرة تانية. أهم أعراض الإصابة بديدان الهيتروفس اللي هو وجود إسهال مصحوب بأعراض الديزنتريا الأمامية في بعض الأحيان، وجود دم ومخاط مع البراز في الحالات الحادة، نقص ملحوظ في وزن الجسم، وضعف القدرة على العمل بشكل عام، وضعف في القلب ونزيف في المخ إذا مرت إليه. يعني لو وصلت الدودة للمخ تعمل مشاكل كبيرة طبعا تسبب نزيف في المخ، ده في الحالات اللي هي بتبقى إصابات متقدمة.
النوع الثالث من الديدان الورقية دول ديدان البلهارسيا، عندنا فيها نوعين أساسيين بلهارسيا المجاري البولية شيستوسوما هيماتوبيوم، وده العائل الوسيط ليها قوقع اسمه قوقع بولينا سترانكاتس، ودي بتحيط بالمجاري بتحيط بيه أو بتعيش في الشعيرات الدموية المحيطة بالمثانة البولية، ودي بتكون البيضة فيها مستقيمة مش جانبية، يعني البيضة الشوكة بتاعت البيضة بتكون مستقيمة زي اللي موجودة تحت دي. البلهارسيا النوع التاني من البلهارسيا، البلهارسيا المستقيم شيستوسوما مانسوناي، وده العائل الوسيط ليه قوقع اسمه بايونفلاريا الكسندرينا، بايونفلاريا الكسندرينا، وده بيعيش البلهارسيا المستقيم بتعيش في الشعيرات الدموية التي تحيط بالمستقيم، وتكون البيضة فيها شوكة البيضة تكون شوكة جانبية، تمام؟ طبعا ديدان البلهارسيا درستوها في مراحل دراسية سابقة وبالتفصيل، ودرست الأعراض والضرر وأهم طرق المقاومة إزاي، وطبعا يبدو من كلامنا إن أهم طرق المقاومة اللي هي أهم وسائل المقاومة اللي هي القضاء على القواقع اللي هي بتسبب المشاكل ديت، أو اللي هي بتبقى عائل وسيط لديدان البلهارسيا، فالقضاء على القواقع هيؤدي إلى الإقلال أو التقليل من العدد للبلهارسيا. نسينا نقول إن الطور الضار في ديدان البلهارسيا هو السركاريا، زي ما احنا شايفين شكل السركاريا هنا مختلف عن السركاريا الموجود في الدودة الكبدية، بحيث إن الدودة الكبدية السركاريا فيها الديل فيها بتكون ديل بيتكون من طرف واحد، إنما هنا الديل مشقوق وهو الطور المعدي في أنواع البلهارسيا. الطائفة الثالثة من ديدان الفلطحة طائفة الشرطيات اللي هي كلاس شيستودا، ودي بتضم مجموعة الديدان الشرطية، منها دودة البقر الشرطية التينيا ساجينيتا، ودودة الخنزير الشرطية التينيا سوليان. اتكلمنا في الصفات العامة عن وجود المصات على رأس الدودة، وبالإضافة إلى ده بشكل عام الأربع مصات، بالإضافة إلى إن اللي بيميز دودة الخنزير الشرطية عن دودة البقرة الشرطية وجود الخطاطيف اللي هي في الشكل اللي على الشمال، وجود الخطاطيف أعلى المصات في الدودة الكبدية في دودة الخنزير الشرطية، بتميزها عن دودة البقر الشرطي. طبعا يعني دودة البقر الشرطية هي بتعيش الديدان الشرطية داخل الأمعاء الدقيقة، وبتتغذى طبعا على المادة الغذائية المهضومة، يعني الإنسان بياكل وياكل كميات كبيرة طبعا عشان يقدر يعوض الفاقد اللي بيبقى إيه بتحصل عليه الديدان الشرطية داخل الأمعاء الدقيقة، لأن هي بتاخد بالمناسبة الطعام المهضوم مباشرة يعني. طبعا عندنا جسم الدودة بيبدأ براس الدودة، وبعدين تليها عدد من العقل والحلقات، وكل ما اقتربنا من نهاية جسم الدودة كل ما كان العقل دي وصلت لمرحلة أو بيطلق عليها أسلات، وصلت لمرحلة النضج بما فيها تكون الجهاز التناسلي، وهي بالمناسبة في الدودة الشرطية أو الديدان الشرطية عموما من النوع الخنثى، يعني جهاز التناسلي الذكري والأنثوي موجود في نفس الدودة في نفس الجسم أو في نفس العقلة أو الأسلة، وبعد ما يحصل نضج ويحدث تكون البويضات نتيجة إحداث عملية التناسل أو التكاثر، بيبقى تتحول لما يعرف بالأسلة الحب. دي شكل الأسلة الناضجة، ودي فيها الجهاز التناسلي، ودي فيها مبيضين والرحم بالإضافة إلى الخصية وغدة مهليز، وبتكون أو فيها الغدة أو أسفلها الغدة المحية، ودي اللي بتفرز عذرا مش غدة مهليز هنا، هو يعني بتقوم بوظيفتها ولكن ملهاش نفس الاسم. هنا عندنا الغدة المحية اللي بتفرز مادة الملح اللي بتحيط بالجنين بعد عملية
عمليه الاخصاب، وفي غده تانيه اعلاها اللي هي الدائريه اللي بين المبيضين، ودي غده بيطلق عليها الغده القشريه، ودي اللي بتفرز القشره اللي بتحيط بالبويضه. طبعا ده شكل الاسئله الناضجه، يعني بما فيها من تفاصيل الجهاز التناسلي. لو انتقلنا لبعد كده عشان نشوف شكل الاسئله الحبله، وامتى بتوصل اسئله الحبله؟ لما الرحم بيمتلئ بالبويضات ويبدا يحدث تلاشي او اختفاء لمكونات الجهاز التناسلي، يبقى اللي موجود فقط داخل الاسئله هو الايه؟ الرحم بما فيه البويضات. اللي موجود بيبقى داخل الاسئله الحبله فقط هو الرحم بما فيه من البويضات، ولا يمكن في الحاله دي تمييز اي مكون من مكونات اي مكون اخر من مكونات الجهاز الايه؟ التناسلي، فيما عدا فقط الرحم وما بداخله من بويضات زي ما قلنا في الأسلة الحبلى، أو بيسموها أسلة أو عقلة مثقلة بالبيض. الطور المعدي في الديدان الشرطية هو الدودة المثانية، وده بيبقى موجود في عضلات الكتف وعضلات القلب، مثلا في حالة الدودة الشرطية دودة البقر الشرطية بيبقى موجود في، أو الدودة المثانية دي بتبقى موجودة في عضلة الكتف وعضلة القلب. لكن في حالة الخنزير أو دودة الخنزير الشرطية بتبقى موجودة في عضلات الكتف للخنزير المصاب. وبالتالي لما نيجي ناكل اللحوم اللي هي بتبقى موجودة سواء كان في عضلات الكتف أو عضلات القلب في الأبقار، نتأكد من خلو الجزء العضلي ده من الديدان الدودة المثانية. وزي ما انتم شايفين كده هي منتشرة، بيبقى شكلها أبيض وأشبه إلى حد كبير بحبة الحمص يعني، ودي اللي هي بتنقل بعد كده العدوى، لأن مجرد ما بتدخل في حالة عدم طهي اللحوم طهي جيد تدخل وتبدأ تخترق من خلال الأمعاء، تخترق اللي هي جدار الأمعاء وتدخل على الشعيرات الدموية وتسير في الدم وتوجه للقلب ومن القلب بعد كده تدريجيا إلى الأمعاء الدقيقة. يعني في الأول خالص تعمل مشاكل طبعا في الجهاز التنفسي شوية، وبعدين تنتقل مباشرة إلى الكبد، ومن الكبد تمر إلى الأمعاء الدقيقة. خلال الرحلة بتاعتها دي طبعا بتعمل مشاكل صحية، وبيظهر طبعا منها بعض الأعراض هنتكلم عنها بعد شوية. فعشان كده في حالة أكل اللحوم خاصة اللي هي لحوم الكتف وعضلة القلب في الأبقار، أو لحوم الكتف في الخنازير، يفضل طبعا طهي اللحوم والتأكد من خلوها من وجود الدودة أو الديدان المثانية اللي هي الطور المعدي الأساسي للديدان الشرطي. دورة الحياة باختصار طبعا هي الأسلة الحبلى لما بتخرج من جسم العائل المصاب بتبقى محملة بالبيض، تنتشر طبعا في تنتشر في المية أو الوسط المائي، ويبدأ البيض ده بيبقى بيسبح في الماء أو بيتحرك مع تيار المية ويلتصق بالنباتات اللي هي بتبقى موجودة على حواف الترع والقنوات، وينتقل للعائل الوسيط عن طريق التغذية، لما تتغذى الأبقار أو الخنازير إلى على أنواع الحشائش المختلفة دي، تتغذى عليها بما فيها من بتتناول معاها البيضات الموجودة على النباتات دي، ويبدأ البويضة دي بتوصل للعضلات الحركية زي القلب والأطراف الأمامية ومنطقة الرأس اللي هي الأصداغ اللي موجودة على الرأس، وتدريجيا بتتحول إلى شكل الدودة المثانية. يعني البيضة بيبقى الجنين فيها يدي شكل الدودة المثانية. نيجي بمجرد إن إحنا بناكل اللحوم دي بدون طهي كافي، تبدأ تنتقل الديدان المثانية إلى العائل الأساسي اللي هو الإنسان أو العائل النهائي الإنسان، وتدخل مرة تانية على الأمعاء الدقيقة، وتعيش داخل الأمعاء الدقيقة إنها تتغذى على المادة الغذائية المهضومة.
يبقى إذا في مرحلة وجودها داخل العقل الوسيط بتبدأ تروح على عضلة القلب أو منطقة الإيه الكتف أو المنطقة الأمامية اللي هي الكتف للأطراف الأمامية أو منطقة الرأس اللي هي الأجزاء العضلية اللي موجودة في الرأس، سواء كان في منطقة الخد أو في أي منطقة أو أي جزء عضلي في الرأس. ودي هنا خطورة التغذية على اللحوم اللي موجودة في المناطق دي، لابد أن يتم طهيها طهي جيد ثم بعد كده نبدأ نتغذى عليها يعني. ويفضل الأول التأكد من خلوها زي ما قلنا، من شكل إيه اللي هي الدودة المثانية اللي بتبقى زي شكلها لونها أبيض أو فاتح واضح جدا في الأجزاء اللحوم دي، وزي ما شفناها في الشريحة السابقة، وبيبقى شكل حبة الحمص يعني زي ما هو موجود حتى الشكل تحت. دي شكل الدودة المثانية، هي بالظبط عبارة عن رأس وجزء عبارة عن عنق، وده مجرد إن هي بتدخل الأمعاء الدقيقة بتاعة العقل الأساسي اللي هو الإنسان، يبدأ الرأس دي تتحرر والعنق يحصل تكاثر أو انقسام سريع جدا فيها وتدي شكل إيه الدودة اللي هي شكلها بنشوفها بيوصل في بعض الأحيان في بعض الإصابات إلى حوالي من 20 ل 25، طولها من 20 ل 25 متر. وفي أحيان كتيرة في حالة الإصابة الشديدة ديت بيتم التخلص منها عن طريق عمليات جراحية، لابد من إجراء عملية جراحية للتخلص من الديدان الشرطية إذا وصل أطوالها إلى 20 ل 25 متر. طبعا في أعراض مهمة جدا للإصابة بالديدان الشرطية، من أهم الأعراض حدوث انسداد جزئي في الأمعاء، ده لأن هي أصلا الديدان الشرطية بتعيش في الأمعاء الدقيقة وبالتالي بتعمل زي عملية انسداد داخل الأمعاء الدقيقة، وبتأثر طبعا على عمليات الهضم وعملية الامتصاص داخل جسم العائل. الديدان الشرطية بتتغذى على جزء كبير جدا من غذاء العائل، وخاصة إن هي بتتغذى على الجزء المهضوم من المادة الغذائية، وبالتالي بيؤدي إلى ضعف العائل ونقص وزنه بشكل كبير، مع إن في الحالات دي بيكون الإنسان أو الشخص المصاب بيتغذى على كميات كبيرة من الطعام، ولكن مع وجود الديدان الشرطية بيؤدي في هذه الحالة إلى نقص الوزن والضعف العام بتاع الإنسان المصاب أو الشخص المصاب. طبعا بما إنها ديدان وبإنها بتتغذى وبتعمل عمليات أيض أو تمثيل غذائي، فبالتالي بتفرز مواد سامة. المواد السامة ديت بتبقى موجودة في جسم العائل، وبالتالي إذا دخلت الدم بتسبب مخاطر ومضاعفات خطيرة جدا للعائل. بكده بيكون انتهينا سريعا طبعا، لان طبعا الديدان المفضحة فيها تفاصيل كتيرة جدا، ولكن يكفينا هذا القدر منها. هنكون بكده انتهينا من الحديث عن شعبة الديدان المفضحة والمفضحات بما فيها من أنواع مختلفة من الديدان اللي بتعيش حياة متطفلة. شكرا لكم على حسن استماعكم، وتمنياتي لكم إن شاء الله بالتوفيق والسداد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.